علاء الدين حيزورك في البيت. اي موهبة ما تكونش عادية هنقدمها في برنامجكم مواهب من البيت. انا هزورة محمد جلال، وده يوسف اخويا، ودي جنى عمرو. احنا من اصدقاء مجلة علاء الدين. احنا النهاردة بنشارك برنامج مواهب من البيت. انا موهبتي الرسم والهاند ميد والعمل اشكال بالسلايم. وانا موهبتي الرسم والهاند ميد. وانا موهبتي الرسم والكروشيه والهاند ميد. احنا النهارده هنعمل زينه رمضان في البيت. يلا يا اصحابي نشوف الخاطر هنستخدمها. النهارده هنستعمل كرتونه نصها على شكل دوائر وفراخه من جوه ولولي ومخشم. ومعايا هنا خيط الصوف وخيط الهدايا، ومعايا الفوم برونز، وهنقسمه الاشكال اللي احنا عايزينها. ودي الاشكال اللي احنا عملناها في نص رمضان، والهلال والنجمه باستعمال المقص والقطر. طبعا يوسف ما استعملش المقص والقطر عشان هو صغير، خلي بالكم يا اصحابي. دلوقتي هنقص شكل النجمه والهلال عشان يبقوا بالشكل ده. وانا بفرغ الفانوس من جوه باستعمال القطر عشان يبقى بالشكل ده. خلي بالكم يا اصحابي عشان ما تعورش. ده يا اصحابي الشكل النهائي الاول، زينه فانيس والهلال عندها، وده فانوس رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ودلوقتي يا اصحابي عملنا الجزء الثاني من زينه رمضان. جبنا الدايره الكرتون وحطينا لزقنا عليها النجوم، وكمان حطينا هلال رمضان. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. ويلا بينا يا اصحابي نشوف زمايلنا التانيين هما بيعملوا زينة رمضان. هاي، عاملين ايه؟ انا اسمي كريمان علي، عندي 13 سنة، وانا من اصدقاء مجلة علاء الدين. وانا اسمي ماريو محمد، انا من اصدقاء مجلة علاء الدين وعندي 13 سنة. احنا النهاردة هنعمل فوانيس رمضان من الادوات المتوفرة في كل بيت، وكمان هنستخدم ده علشان نلزقهم في بعض. ده هتلاقوه في اي مكتبة متوفر فيها، ده سعره رخيص جدا. حددنا عليه بالقلم الرصاص وهنقصه ونرجع لكم. قبل ما كريمان تخلص، انا جبت الورق الفوم ده هقص عليه كلمة رمضان كريم. دلوقتي احنا حطينا جواها من الخيط، وبصي شكلهم جميل ازاي. ممكن كمان تعلقوه فوق السرير او مثلا على الشباك وبس. بيس اوت. علاء الدين، مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي. لو حابين تشاركوا معنا راسلونا هنا على عنواننا، وما تنسوش تستنونا في الحلقات الجاية. باي.